مشى علينا يعوم طلعونا. احنا تعبنا، احنا 3 أيام نايمين بالشارع، قصف بالصحابة. الحرب اللي عاشها بتمناش يشوفها تاني. مدينة أسفاح غزة بتقدر تحكي عنها، فيش ولا بني آدم بتحرك فيها ساعة المغرب. احنا 3 أيام نايمين بالشارع، قصف بالصحابة، لا مية، لا مية مالحة ولا حلوة ولا أكل زي العالم. أولادي أجري فيهم، يعني إيش ذنب هدول الأطفال يمشي كل هالمدة؟ إجرام. هذا صارت مهزلة، ما حدش قادر يوقف هذا الكلام. صارت هذه لعبة، ما حدش قادر يوقف اللعبة، كله بيتحكم فينا زي القط والفار. إحنا إيه، نروح هيك موت، هيك موت. يعني قالوا لنا انزح من الصحابة لهذا، رحنا على الصحابة موت، رحنا على هذا موت. مالناش غير الله. الجوع والعطش ومفيش امان، هاي الثلاثة هدول متطلبات الحياة. يا رب توقف الحرب على خير، بس لأنه الحرب اللي عاشها بتمناش يشوفها تاني. والله صعب جدا، طول الليل قذائف وقنابل غاز برموا علينا، احنا خفنا كثير. فاجيتنا عند اهلي، مدينة أسفاح غزة بتقدر تحكي عنها، فيش ولا بني آدم بتحرك فيها ساعة المغرب، خضرة فاكهة فيش شيء، احنا بس عايشين على المعلبات، والمعلبات غالية كثير.